شكرا سيد الرئيس، شكرا لفريق الاثار المعاصره والسيد المستشار المحترم على سؤاله الهام المتعلق بالبحث العلمي. اكيد ان الحكومه لها وعي كبير ومهم، واكيد فيما يتعلق بالاهميه ديال البحث العلمي ومركزيته في تطوير المنظومه التنمويه للبلاد. وبالتالي وعلى هذا في هذا الاطار فالحكومه كتعمل على مواصله وتعزيز المكتسبات ومعالجه طبعا الاختلالات يعني اللي كانت موجوده سابقا في افق بناء منظومه وطنيه ديال البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار فعاله وذات انعكاسات ملموسه ودائمه على التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للبلاد، في طبعا وفق توجيه